الله لما بيجي ياكلوا في الخليج بيجي ياكلوا كبسه برياني الحاجات دي كلها بتعوز حاجه للهضم فبيهدموا بايه؟ زبادي نعناع ناشف وخياره وشويه تلج وبيشربوها بالكوبايه الصغيره دي او كوبايه كبيره مع الرز او لو حاجه تقيله انت بتاكليها مثلا فانا خليني اعمل لكم الخلطه دي بصراحه صحيه جدا جدا هو ذلك بتتعمل ازاي هي بحط عندي في الخلاط زبادي هجيب حوالي ربع كوبايه من الزبادي ربع كيلو اسف من الزبادي واحط معاه نعناع ناشف حلو مع الخلاط هضيف عندي شويه نعناع ناشف كده افركهم بايدي وبعد كده اقوم جايب عندي مكعبات تلج زي ما انت شايفه كده ادي مكعبات التلج بتاعتنا هبدا ان انا اضيفها مع الزبادي يا عيني على الجمال بتاعه السلطه دي كليها بس كده والله وشوفيها هتبقى عامله ازاي هجيب عندي خيارايه دي من عندي اقوم جايب كده خياره عليها سموزي بنعمل سموزي اهو سموزي الزبادي بالخيار مع النعناع وبعد كده تعالوا نجيب عندي مكعبات تلج كمان التلج ده هيظبط معايا الدنيا قوي بعد كده ماشي يا طه ربنا يكرمك هجيب عندي الخلاط ونقفل ونشغل